السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، فينما كنتم مرحبا بكم في فيديو جديد ولا شرح مصور جديد. بعد ما تلقيت مجموعة ديال التعليق وكذلك مجموعة ديال الرسائل بخصوص البكالوريوس، وكذلك مجموعة ديال الناس اللي طلبوا مني أني ندير شرح مفصل حول كيفية التسجيل في النظام ديال الباشلر. وبطبيعة الحال حنا غادي نهضروا على جامعة بنزور ونشوفوا التكوينات اللي هما متاحين قدامنا باش أننا نتسجلوا في إحدى التكوينات اللي هي مفتوحة ولا تم الاعتماد ديالها بجامعة بنزور. دونك أصدقائي، رجاء تابونوا في لاشين، والله إلا غادي تستافدوا، راه نتوما اللي غادي تستافدوا بزاف ديال الناس اللي صراحة تيبقاو فيا في الفيسبوك ولا في الانستغرام، تيصيفط لي تيقول لك راه بين هاد لا ليسونس بروفيسيونيل، واش داز الحال؟ وهو الوقت راه داز. دونك نتوما ما خاصين والو، تابونوا وفعلوا داك الزر ديال الجرس باش اذا كان شي اعلان تيهمكم راه اوتوماتيكوم غادي يطلع لكم في التليفون وغتستافدوا منه. نتوما ما خاصين والو، خليو لي كومونتير باش تبقى كذلك هذيك الحيويه والنشاط ديال القناه كذلك، وكتدعموني وكتشجعوني في نفس الوقت كتستافدوا نتوما وكنستافدوا حنا جميع، وكنفرح بزاف اذا شفتكم دخلتوا لشي حاجه. تنتمنى ان هاد لا فيديو نلقى فيه 100 كومونتير بعدا، حتى لما درت شي حاجه خلي شي تعليق شكرا ولا تحيه ولا المهم شي حاجه خليها لي في الكومنتير باش نعرف الناس اللي كيتابعوا فعلا سلسله اللقاء مع الموجه العائله ديالنا. رانا اخوكم، نتوما اخوتي اخواتي، فغادي نفرح بطبيعه الحال الى وصلتوا لشي حاجه. دونك اصدقائي، غادي نمشيو مباشره للبلاتفورم. هذه هي البلاتفورم الخاصه بالتسجيل في جميع التكوينات المفتوحه بجامعه بنزور. دونك هي خاصه بالباشلر، خاصه بالماستر، خاصه بالليسونس بروفيسيونيل، خاصه بمجموعه ديال المباريات اللي هما بطبيعه الحال تيتحددوا. دونك حنا اللي كيهمنا اصدقائي هو هذه الملاحظه، تجيل في البكالوريوس خاص بحاملي البكالوريا الرسميين الجدد، يعني دوك الناس اللي حصلوا على البكالوريا 2021 هما اللي عندهم الحق انهم يتسجلوا، وبان المقاعد محدوده في كل مسلك، يعني دوك المسالك اللي تم الاعتماد ديالهم راه البلايص فيهم راه محددين. باش نتسجلوا نتوما ديجا مسجلين في لابلاتفورم، يعني ملي اخترتوا شي تكون في الاجازه راه تسجلتوا، بيبقى لكم انكم تكملوا معايا لي زيتاب وتختاروا التخصص اللي نتوما بغيتوه ديال الباشلر. اول حاجه كنديروها هو كنديروا هاد كومونسي لا بري انسكريبسيون، نتوما ديجا تسجلتوا، اللي باقي ما تسجل هو اللي غادي يدير هكا. دونك حنا نديرو جوج ديال الحوايج، دونك كتكليكي على كومونسي لا بري انسكريبسيون الى باقي ما تسجل. بالنسبه للناس اللي تسجلوا ديجا، تسجلوا في شي مثلا في سيونس مات ولا الفرنسيه ولا العربيه ولا شي تخصص اخر، فغادي يجي غادي كليكيو على سو كونيكتي. هنا غادي تدخلوا الايميل ديالكم اللي كنتو دخلتوا ديك الساعه ملي فتحتوا لو كونت ديالكم، فتحوا لكم شي مول سيبر ولا شي حاجه سيروا عنده وقول ليه بيت داك الايميل وكذلك كلمه المرور. دونك تنديروا الايميل ديالي هنا، كندير سو كونيكتي. بعد ذلك الموقع غادي يطلب مني اوتوماتيكمون باش اني ندخل كلمه المرور ديالي. دونك غنجي هنا ياك وغندخل كلمه المرور، كندير اونغوجيستري ونمشيو ليطاب اللي جايه من بعد. دونك اصدقائي، كما كتشوفوا معايا هنا راه ديجا حنا ملي كنا اختارينا، دونك حنا انا درت هاد لي فيديو هادشي كامل، فدرتو هنا باش انا نشوفو داكشي اللي كنا تسجلنا فيه شحال هادي. يعني حنا اللي كيهمنا هو البكالوريوس، دونك هادشي ما كيهمناش. ديجا حنا كونفيرمينا لا بري انسكريبسيون ديالنا في الكليه ديال العلوم ديال اكادير، حنا بغينا نجيو نتسجلو دابا في الباشلر. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على كيفاش ممكن لي اني نتسجل في لابلاتفورم لاول مره، فرجاء ادخلوا للقناه وهبطوا بحال هكا في الفيديوهات ياك، غادي تمشيو 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 ياك، تمشيو معايا هكا حتى تلقاو التسجيل الخاص ب ولا التسجيل في جامعه بنزور. دونك حتى انا ما تلعقلت بالضبط فين حطيتو، ها هو دونك راه بحال تقريبا، راه كاين اختلاف شويه في سميتو. ولا جو نتوما لهنا، هانتوما عقلوا عليه، غتلقاو كريستيانو رونالدو هنا، وغتلقاو كذلك التسجيل في جامعه بنزور باكادير. دونك 21 ألف واحد اللي هو تفرج فيه،
وكذلك مجموعة ديال الناس اللي هما استفدوا منه. غتمشيو ليه وغتبع مع ايطاب باغ ايطاب، غتسكانيو التصويرة ديالكم، غتسكانيو فوتوكوبي ديال لاكارت، غتسكانيو كلشي داكشي ديالكم، وغتخرجوا الروسي ديالكم وكلشي. كنهضر على الناس اللي عندهم بكالوريا 2021 وباقي ما تسجلوش وبغيت يتسجلوا في النظام ديال البكالوريوس. الناس اللي ديجا تسجلوا راه بيتبعوا معايا دابا ملي كنهبطوا لهنا، فبطبيعة الحال غادي تنزلوا معايا بحال هكا لتحت. ملي كتنزلوا فكتلقاو البكالوريوس ولا الباشلر، هو هذا ياك. تيقول لك هنا vous n'avez pas encore fait la préinscription pour les catégories suivantes. Cliquez sur préinscription, choisissez les filières, puis téléchargez votre reçu. Donc, حنا غادي نشوفوا هنا. دونك هنا الا شفنا مثلا لي ليست بروفيزوار، يعني هاد لا ليست بروفيزوار اللي كاينه هنا راه ماشي كتعني باننا راه تقبلنا صافي في داك الفيليير اللي درنا، لا، غادي يكون واحد الانتقاء، وغادي يكونوا كذلك مقاعد محدده اللي كتخلي الطلبه انهم يتسجلوا في واحد التكوين من دوك التكوينات. غادي نتعرفوا على التكوينات اللي هما متاحين قدامنا من بعد. كما كتشوف معايا هنا الا دخلنا راه تقريبا تسجلوا دابا 1536 واحد اللي تسجل في النظام ديال البكالوريوس من خلال هذا. انا دوك الشيء اللي غادي يتسجل عندي ملي كندخل لاشين راه غادي ندير لكم الاحصائيات وغادي نصيفطهم لكم. دونك رجاء ملي تسجلوا فخليو كومونتير قولوا بانكم تسجلتوا ولا تم التسجيل في كومونتير باش نعرف الناس اللي هما تسجلوا. وكذلك ملي نبغوا نهضروا مع الناس اخرين نقول لهم راه الناس اللي تسجلوا عندنا هما تابعوا احدى الشروحات اللي حطنا في القناه ديالنا ولا احد الشروحات اللي حطنا في القناه طبعا. دونك كنجيو هنا كنكليكيو على بري انسكريبسيون ياك. كنتمنى انكم تفهموا معايا ايطاب باغ ايطاب وما تزربوش. كنكليكي انا بحال هكا باش نبقى ديما في هاد لاباج. كان هي كنكليكي هنا راه كندخل. دونك غادي تخرج ليا هاد لاباج هنا. ملي كتخرج هاد لاباج هنا كيما كتشوف معايا راه تقريبا الكليات اللي فيهم هاد النظام ديال البكالوريوس راه هما قدامي. عندنا انا كنهضر دابا هنا كوم كوا بانني عندي بكالوريا علوم، يعني بكالوريا علميه. ملي كنجيو هنا اصدقائي تيقولنا بان عندك الحق انك تختار كاتيجوري وحده والنمبر دو شوا بوسيبل باغ ايتابليسمون هو واحد. دونك عندك الحق انك تختار كاتيجوري وحده وعندك الحق انك تختار تخصص واحد. مثلا هنا اخترنا مثلا الا شفنا مثلا كليه ديال العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه ديال اكادير فتعطيونا تخصص ديال باشلر دغوا دي زافير. هنا جامعه هذيك ديال تمنون مع الكليه ديال تارودان. هنا كذلك انا مشينا لكليه اللغات والفنون والعلوم الانسانيه ديال تمنون فكيعطيوني تخصص واحد اللي هو الفنون والتراث والسياحة. نمشيو كذلك للتخصص الآخر اللي كان في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. دونك هنا راه هادي ديال أكادير، ربما قلت أنا أيت ملول حيت مشى عقلي مع أيت ملول. دونك هنا هادي أكادير وهادي أيت ملول حيت الصورة هنا ديال أيت ملول، داكشي علاش مشيت مع الصورة. دونك هنا هادي خاصة بيت ملول. دونك هنا عندهم حتى هما باشلر كونتابيليتي كونترول اودي. بطبيعة الحال فيهم تيجمعو ثلاثة ديال المؤسسات، عندنا ديال ايت ملول كذلك ديال تردنت وعندنا ديال تيزنيت. كذلك كلية ولا الكلية ديال الاقتصاد والتدبير اللي كاينة في كلميم فكيعطيوني جوج ديال لي شوا، اما نختار الباشلر فينونس اي بانك ولا اكسبيرتيز ايكونوميك. دونك نختار وحده فيهم. دونك هنا راه غادي يعطيوك البلايص فين ممكن تقراهم، واش هنا واش تجمعوا فيهم ولا فقط انك غادي تجمع لي المؤسسات كاملين، باقي ما فهمتش. المهم حنا اللي كيهمنا هو اننا كنختاروا تخصص من هاد التخصصات. كنمشيو كذلك للكليه متعدده التخصصات ديال السمارة فكيعطيوني حتى هما تخصص اللي هو ديال لونغ ايترونجير ابليكي. دونك بتختاروا ممكن انك تختار.
كذلك كلية الشريعة ديال يتمنون عاطين حتى واحد تخصص اللي هو الشريعة والقانون. كذلك الكلية متعددة تخصص ديال الوزارات فيها تقريبا شي ثلاثة ولا جوج، حتى هي عاطيني جوج. دونك عندنا ميتريز اي اكسبلواتاسيون دي زينيرجي رونوفلابل، وكذلك مين اي انفيرون. دونك ممكن تختاروا داكشي اللي نتوما بطبيعة الحال بغيتو. نرجو حنا ونشوفو شي تخصص من التخصصات اللي فعلا حنا كيمشيو مع داكشي اللي بغينا. دونك ممكن نشوفو نديرو مثلا نختارو مثلا ورزازات، ياك نديرو مثلا ميتريز اي اكسبلواتاسيون دي زينيرجي رونوفلابل، ياك. وبعد ذلك كنديرو اونغيستري، ملي كنختارو التخصص فاوتوماتيكمون كنديرو اونغيستري. هنا تيعطيونا كذلك ديكلاراسيون سيغ لونور بانك راه كتشهد بصحه المعلومات اللي دخلتي، وبان اي اختلاف في المعلومات اللي دخلتي مع داكشي اللي بغيتي تعطيهم اللي تبي تسجل فهو غادي يعتبركم واحد فوس ديكلاراسيون اللي ممكن تدي الرفض ديال الملف ديالك ولا كذلك التسجيل ديالك. بعد ذلك كندير جو كونفير، وبهذا نكون قد أنهينا وانتهينا من شرح طريقة التسجيل في النظام ديال البكالوريوس. وصراحة راه اللي بغي يختار شي تخصص من ديال البكالوريوس باش تاخدو تجربة جديدة. إلا كنتو مرتاحين في داكشي اللي بغيتو فكملوا، الله يوفقكم. ما تنساوش تخليو لي كومونتير على الفيديو اللي حطينا اللي غادي نحطو لكم اليوم. عندكم شي تعليق ولا شي حاجه بغيتو تعرفوها فدائما الابواب ديالنا مفتوحه لكم اصدقائي صديقاتي. دمتم في رعايه الله وحفظه.